السيد الرئيس، أعضاء الجمعية، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا من المنبر التقدمي في ندوة جديدة أكثر تميزا وتألقا. أنتم من تضيئون المكان بأدائكم المبهر وروحكم النيرة، فلنكن كما نحن مجتمعين لنملأ هذا المكان إنجازات باهرة وعطاء لا محدود. معكم حليمة مرهون، ولي الشرف بأن أكون عريفة هذه الندوة التي بعنوان السياسات الاجتماعية للدولة وتأثيرها في حياة أفراد المجتمع بجميع فئاته. في مثل هذا اليوم 25 فبراير 2018، الذي يصادف يوم الطالب البحريني والذي يتزامن ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة البحرين الذي تأسس في 25 فبراير شباط 1972 كمنظمة طلابية نقابية حرة موحدة لكافة جهود أعضائه ولخدمة هذه الفئة من المجتمع، وشكلت رافدا مهما للحركة الوطنية البحرينية ومصدرا للوعي النقابي والعمل الوطني طوال فترة نشاطه السابقة. وبهذه المناسبة أصدر قطاع الشباب والطلبة بالتقدم بيانه والذي جاء فيه إنه أصبح من الواجب علينا البحث جليا عن حلول جذرية للعديد من المشاكل والمعوقات التي تواجه الشباب والطلبة، والتي أصبحت اليوم تمثل الطوفان الأكبر الذي يؤرق كل الشباب البحريني لما لها من تأثير لا يستهان به، سواء من الناحية النفسية أو العملية على مستقبل كل الطلبة وطموحاتهم، والتي تحول دون تحقيق الأهداف والغايات النبيلة في مجتمع طلابي متميز يحمل أهدافا موحدة في ظل مجتمع تربوي تحكمه أنظمة وقوانين تنظم مسيرة العمل داخله خلافا لما يزخر به من مشاكل تقلق مضجعه. وأضاف البيان أنه مع تردد صدى شكاوي آلاف الطلبة الجامعيين من ارتفاع تكاليف الدراسة الجامعية التي أصبحت تكاليفها تزداد عاما بعد آخر، ما تشكله من عائق أمام الطلبة في مواصلة دراساتهم الجامعية إلى جانب ما يعانيه الخريجين في الحصول على فرص تدريب تساهم في صقل مهاراتهم وكفاءتهم العملية بخبرات عملية، والصعوبات في الحصول على فرصة في العمل لائق يلبي متطلبات الحياة المعيشية ويوفر لهم الاستقرار في العمل والدخل والتأمين الاجتماعي الذي يساعدهم على بناء حياة عائلية مستقرة. فما تشكله الأعداد الكبيرة من الشباب والطلبة العاطلين عن العمل من نسبة كبيرة، وخاصة ما يعانيه حملة الشهادات العلمية في التخصصات الطب والتمريض والهندسة والتعليم والمحاماة، على الرغم من ما تستحوذ عليه العمالة الوافدة في هذه المهن ليس في سوق العمل الخاص بل حتى في القطاع الحكومي من نسبة كبيرة. هذا عدا عن ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب التي تتراوح في صفوفهم عامة وفق الإحصائيات الرسمية تصل إلى ما يقارب 25%، إضافة مما يعانيه حتى من تحصل على عمل من ضعف في الراتب، زاد عليها انعكاس أزمات سوق العمل من العمليات فصل وعقود مؤقتة لا تؤمن لهذه الفئة أي استقرار أو فرص في التطور والاستقرار الوظيفي ومن ثم المعيشي. وشدد البيان على أنه لا بد من البحث عن حل جذري لا يخفف من هذه المشاكل والأزمات لفترة قصيرة لتعود وتنفجر بصورة أكبر، بل العمل على مواجهة هذه العقوبات والمشاكل من جذورها عن طريق تكاتف الجهود الرسمية والأهلية بأشراك المعنيين من المؤسسات المجتمع المدني شبابية وعمالية، والتي يزداد تهميشها وعدم اشتراكها في خطط تحاكي واقعنا الراهن واقتصاره على بعض الأدوار الشكلية في الاحتفالات والمهرجانات. وختم بيان قطاع الشباب بدعوته لجميع المعنيين بالحركة الشبابية والطلابية بتوحيد الجهود من أجل المساهمة في تطوير المؤسسات والمنظمات الشبابية والطلابية وتفعيل دورها المجتمعي، ومن أجل أن يكون لها دور فاعل في وضع ومناقشة الخطط التي تساعد على تمكين الشباب البحريني
من المساهمة في العملية الإنتاجية وتنمية المجتمع ورسم مستقبله، وتساهم في تحقيق التطور الاقتصادي والأمن الاجتماعي في البحرين بدلا من الاعتماد على العمالة الوافدة الرخيصة، مما تنتج عن هذا الاعتماد من هشاشة في سوق العمل ومشاكل اجتماعية خطيرة على مستقبل البلاد اقتصاديا ومجتمعيا. قطاع الشباب والطلبة، المنبر التقدمي. وهنا نحن اليوم في ندوة بعنوان السياسات الاجتماعية وانعكاسها على التعليم، ولنا في يوم الطالب البحريني أكاليل ورد وأهازيج، فرص تتراقص على نغمات الأمل وتتطلع لأيام تحمل لكل طالب بحريني مستقبلا مشرقا تضحك فيه الشمس. ولأن التعليم هو السلاح الأكبر الذي يجب أن تتسلح به الأمم، وهو الأمر الوحيد الذي يمكن المجتمع من النهوض والارتقاء نحو الأفضل، معنا الرئيس الأسبق لجمعية الشبيبة وعضو المنبر التقدمي الرفيق حسين العريبي لمناقشة هذه الندوة بشكل موسع، فليتفضل. اشتغل. مساء الخير. اولا عذرا للتاخير هالمره وذيك المره. الاعتذار الثاني ان انتم شفتوني قبل اسبوعين ووجهي مكرر صار، يعني اعتذر لكم. ما علي بعد واجد يعني. طبعا اليوم نتكلم في موضوع شائك جدا ومتشعب، ونعتقد ان هاي الموضوع يحتاج يعني اكثر من طرف انه يتكلم فيه. في الواقع احنا حاولنا محاولة متواضعة ان احنا نتناول ملف يتدخل فيه علم الاجتماع، العلم السياسي، والقطاع الاكاديمي والقطاع الاقتصادي لما يمثله هذا الموضوع من اهمية ومن تشعب في ملفاته اللي هي تحتاج يعني اكثر من طرف لمعالجتها. احنا نحاول نقارب بين مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال هذه الندوة وعلاقته بسياسات التعليم او بمستقبل التعليم في البحرين. نتكلم اول شيء يعني بشكل مبسط عن المقصود بالسياسة الاجتماعية للدولة. هي تلك السياسات ذات التأثير في حياة أفراد المجتمع من جميع فئاته، حيث تتبنى في المقام الأول تنمية الإنسان والارتقاء به وإطلاق قدراته وضمان فرصة متكافئة وعدالة توزيع مكاسب المجتمع بين جميع مكوناته. ما بنطول في التعريفات عشان يعني ما ندوشكم، أنتم يعني ما شاء الله عليكم طبعا أقدر مني في فهم هذه المصطلحات. من أساسيات المسؤولية الاجتماعية للدولة هو قطاع التعليم، هو قطاع رئيسي من القطاعات التي يتوجب على الدولة التي ترعى مواطنيها وتضمن لهم الرفاه والفرص المتساوية والعدالة، هو قطاع التعليم. طبعا مفهوم التعليم بشكل مبسط هو عملية منظمة يتم من خلالها إكساب المتعلم الأسس البنائية العامة للمعرفة بطريقة مقصودة ومنظمة ومحددة الأهداف. وعملية التعلم المتكاملة تحدث نتيجة اكتساب المعرفة ثم الخبرة المترتبة على استعمال المعرفة، وتحدث نتيجة اتصال وتفاعل الإنسان مع ما حوله من مؤثرات ومتغيرات. هنا احنا نتكلم عن يعني المفهوم الحديث للتعليم. تعرفون أنتم أن التعليم التقليدي لسنوات وربما إلى الآن في كثير من الجامعات، وللأسف ليست في جامعات أو مدارس حتى نظامية حكومية، حتى في هذا المفهوم حتى يعني يصل بمداه إلى الجامعات الخاصة، المفهوم الكلاسيكي إن احنا أمام طالب مستقبل المعلومة، وظيفته إن هو يعني يحفظ كم هائل من المعلومات ومن ثم يفرغها على ورقة إجابة، ورقتين ثلاث أوراق على حد أقصى في مدة زمنية تتراوح بين ساعة ونص وساعتين. هذه المدة الزمنية هي التي تثبت كفاءته. في الوقت اللي العلم الحديث يتكلم عن التعليم كأداة لفهم المعلومة وتطبيقها واستخداماتها في الحياة وفي مختلف صنوف يعني مجالات الحياة العملية والاجتماعية.
لازلنا احنا نواجه مشكلة في تعليمنا اليوم، انه تعليم قائم على التلقين، وبالتالي مخرجات هذا التعليم هي مخرجات لا تتناسب مع الحياة العملية. لأننا ما نتكلم عن سوق العمل، لأن مفهوم سوق العمل في حد ذاته مفهوم شائك يعني، وأنا من الناس اللي طبعا ترفض هذا المفهوم. نتكلم عن النصوص التشريعية اللي يعني أكدت على الحق في التعليم، منها طبعا دستور مملكة البحرين اللي أشار في المادة 7 في الفقرة ألف: ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي، تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية. العهد الدولي أيضا أشار إلى الحق في التعليم والإنماء الكامل للشخصية الإنسانية، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم في إطار التعليم طبعا. نتكلم شوي عن مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة مقارنة بدول الخليج. في آخر موازنة عامة لسنة يعني أو مو السنة الماضية، السنة اللي قبلها، كانت الموازنة المخصصة للتعليم في عمان والسعودية والإمارات تصل إلى أكثر من 20% من إجمالي موازنة عام 2016، في الوقت اللي الكويت حوالي 15% والبحرين حوالي 14%. مقارنة مع دول العالم طبعا بغض النظر عن النسب، لأن الأماونت يعني أو الكمية المال المخصصة أيضا تلعب دور في هذا الموضوع. يعني النسبة المخصصة من مجمل الميزانية العامة أيضا مؤشر مهم، لكن المبلغ المخصص هو بعد ينظر إليه بشكل يعني يوازيه في أهمية لم يفوقه في بعض الأحيان. وفق آخر أحدث الإحصائيات في المملكة المتحدة، خصص للتعليم 86 بليون باوند، وهو تقريبا ما يعادل 60% من ميزانية أكبر دولة خليجية. يعني تشوف أغنى دولة في الخليج بدون بغض النظر عن الأسماء عشان ما نزعل أحد، هذه الميزانية تعادل تقريبا 60% من مجمل الميزانية لأغنى دولة خليجية. في اليابان 18 بليون دولار، النرويج 190 بليون كورونا، وفي البحرين 335 مليون دينار تقريبا في سنة 2017. بالحديث عن المسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه التعليم، تبرز هنا المبادرات التي يعني انتهجتها وزارة التربية والتعليم، وهي انطلقت حقيقة بحزمة من المبادرات، حزمة هائلة منذ العام 2003، تضمنت 17 مشروعا تطويريا نفذتها الوزارة خلال السنوات الماضية، منها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، ومركز رعاية الطلبة الموهوبين، ومركز القياس والتقويم، ومركز الإرشاد النفسي والأكاديمي للطلبة، وإعادة هيكلة الوزارة وكادر المعلمين الجديد. كما أصدرت الوزارة 15 وثيقة للتطوير، وهي على الترتيب: وثيقة الرؤية التطويرية المستقبلية للتربية والتعليم في مملكة البحرين، وثيقة التطوير في مجال المناهج الدراسية، وثيقة التطوير في مجال التعلم الإلكتروني، وثيقة التطوير في مجال التعليم الفني والمهني، وثيقة التطوير في مجال تدريب الكوادر. أحد هذه المشاريع هو طبعا تحسين أداء المدارس كنموذج ممكن نتكلم عنه بشكل عام. يهدف المشروع لدعم المدارس ومساعدتها على التطوير من خلال عدة محاور، وهي الإنجاز الأكاديمي، التطور الشخصي للطلبة، التعليم والتعلم، المنهج الدراسي، الدعم والتوجيه والمساندة، القيادة والإدارة، القدرة على التحسن، الفاعلية بوجه عام. طبعا هذه المشاريع عناوين كبيرة وبراقة ومهمة في مظهرها الخارجي، لكن هنا تبرز يعني حقيقة
مجموعة من التساؤلات والعوامل التي يعني تشكك في قدرة المؤسسة التعليمية في البحرين على إدارة هذه الملفات بنجاح. في سايكل، يعني نقول احنا مثلا ان في نمو سكاني مضطرد في البحرين، في مقابل مؤخرا تم تأسيس او افتتاح اعلن عن قرب افتتاح 6 مدارس جديدة في البحرين، وهذا بناء عليه يستدعي الى الحاجة الى كم من المعلمين، لأن العملية التعليمية تقوم بشكل أساسي على المعلم والمتعلم. فإذا عدنا نمو سكاني هائل في البلد وفي مدارس موجودة، المدارس تقريبا طاقتها الاستيعابية تصل إلى 1600 طالب في كل مدرسة، هذا يعني أن احنا محتاجين مدرس على الأقل لكل 40 طالب. فعندنا حوالي 300 مدرس جديد لازم يقبلون على التعليم، على يعني للتوظيف في مدارس البحرين الحكومية. إلا احنا يعني نشكك في قدرة الدولة على استيعاب هذا العدد محليا، لأن احنا هناك غموض يلف موضوع كلية البحرين للمعلمين. هذه الكلية ما في شفافية في أعداد الناس اللي تقبلهم سنويا والمعايير التي يتم قبولهم على أساسها. الأعداد المقاعد المخصصة سنويا مو ثابتة، يعني أحيانا تكون عشرات وأحيانا تصل إلى 200 طالب وطالبة في السنة، مما يعني أن احنا نواجه نقص شديد في الكادر المعلمين في البحرين. هذا طبعا ممكن ندلل عليه تفصيلا ان احنا شهدنا نمو سكاني مضطرد بواقع الضعف، بلغ مدى في الفترة من 99 الى 2007، حيث ارتفع عدد السكان من حوالي 600 الى اكثر من مليون في عام 2007. يعني السكان حوالي 600 وشوي الف في سنة 98-99، ووصلوا الى اكثر من مليون في سنة 2007. عدد المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية حاليا حوالي 14 الف. لا توجد شفافية في عدد المعلمين المقبولين سنويا في وزارة التربية والتعليم ونسبتهم مقارنة بنسبة المعلمين الوافدين، لكن بالإشارة إلى افتتاح وزارة التربية لست مدارس حديثة طاقتها الاستيعابية 1600 طالب، فهناك حاجة لما يقل كما ذكرت عن 300 معلم ومعلمة جدد، في حين أن كلية البحرين للمعلمين في ريستريكشن كبير، يعني في محاذير كبيره في قبول الطلبه فيها، وصايره هي هيئه مستقله التقديم لها عن طريق الوزاره مباشره مو عن طريق جامعه البحرين، وفي اشتراطات طبعا صارمه في القبول فيها، ولا اعلم صراحه عن معايير الاخرى، يعني غير المقابلات الشخصيه اذا كانت في يعني في اعتبارات اخرى للتوظيف في هذه الكليه. من خلال الإعداد لهذه الورقة استعنت بخبرة معلم أول في وزارة التربية والتعليم، فضل عدم ذكر اسمه، في شهادة من واقع المعايشة يقول معلم أول أن هناك العديد من المعلمين من يسعون لتقديم أداء تعليمي متميز ويحملون وظيفة التعليم كرسالة سامية، وقد استحق بعضهم جوائز إقليمية في هذا الشأن لما قدموه من أداء استثنائي، لكن الوزارة تواجه العديد من المشاكل التي تعيق العملية التعليمية، فكيف للمعلم أن يتبع الاستراتيجيات الحديثة في التعليم ويميز بين الفروق الفردية للطلبة، وبالتالي يتبع أساليب تعليمية خاصة بنوعية كل طالب؟ يعني في طالب يعتمد على الحفظ، في طالب يعتمد على المناقشة، في طالب يعتمد على السلف ستدي، يعني أنه هو يكون بروحه يحب يجمع المعلومة ويحضر لها ويقدمها. طريقة استيعاب تختلف خصائص الطلبة من طالب إلى طالب في طريقة الاستيعاب والفهم، وبالتالي هذه تحتاج أن في شيء يسمونه differentiation، يعني أن المعلم يكون عنده القدرة على التمييز، يصنف الطلبة إلى صنوف مختلفة ويتعامل وفق استراتيجيات تعليمية مختلفة لكل طالب. لكن يقول هذا المعلم أن في حين تواجه الصفوف المدرسية والمدارس اكتظاظا كبيرا ونموا مضطردا نتيجة للتضخم السكاني،
ما يجعل المدرس تحت ضغوط كبيرة كعدد الحصص الدراسية الكبير وعدد الطلبة في الفصل اللي يوصل إلى أكثر من 35 طالب، وتلبية الأعمال الورقية المتعلقة بالمشاريع العديدة للوزارة، بالإضافة أن المدرس أحيانا مطالب بتغطية النقص في حصص أخرى، يعني إذا هو عنده مثلا 4 أو 3 حصص في اليوم يضاف له حصص أخرى لفصول أخرى لأن في معلم ناقص، فبالتالي يصير عليه يعني جهد مضاعف يفوق طاقته ويؤدي إلى ضعف في أداء يعني في قيامه بأداء الوظيفي بشكل جيد. ويضيف أوقفت الوزارة علاوات والحوافز للمعلمين في السنتين الأخيرتين، فما هو محرك الدافعية للمعلم في ظل غياب التقدير المادي والمعنوي؟ شار المعلم أن المدارس تواجه كذلك تفاوتا في مدى جاهزيتها اللوجستية، ففي حين هناك عدد من المدارس الحديثة والنموذجية هناك مدارس يرثى لها تتطلب الردم وإعادة البناء. ما هو آثار النمو السكاني الغريب على التجانس الاجتماعي؟ طبعا في السنوات الأخيرة اللي يشتغلون في معلمين في وزارات في مدارس الدولة يشهدون العديد من الظواهر الاجتماعية يعني الحديثة، منها طبعا أن يكون في مجموعات مبنية على أصول مختلفة، أصول يعني أصول ثقافية، جماعات وافدة من عدة دول، وبالتالي تكتلات، وبالتالي تحدث في بعض الأحيان يعني بعض التنشن أو بعض يعني المصادمات بين الطلاب من أصل الفلاني والطلاب من أصل العلاني. معلمين أيضا يواجهون مصاعب في أن بعض الطلبة يعني بعضهم لغتهم العربية ركيكة، ما يعرفون لغة عربية خير شر، فالمعلم أمام تحديات كبيرة، والبيئة التعليمية يعني أولياء الأمور صاروا يخافون على عيالهم في بعض المناطق من البيئة التعليمية اللي يزيد فيها حالات التنمر، يزيد فيها الغربة الثقافية، يزيد فيها حالات اللوبينج اللي هي الكانتونات الاجتماعية اللي هي راجعة أن في ناس من أصول مختلفة، فبالتالي كل أصل اجتماعي يتكتل حول نفسه عشان يشكل قوة، وأصبحت البيئة التعليمية طبعا يعني غير محفزة يعني للطلبة ولبعض المعلمين كذلك. على مستوى جامعة البحرين في الحقيقة حدث بعد ميثاق العمل الوطني أن أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين في مايو أيار 2001 مكرمة بخفض الرسوم الدراسية على جميع الطلبة، وأصبح الطالب الجامعي يدفع 8 دينار للساعة المعتمدة. كما تضمنت المكرمة قبول كل خريج ثانوية عامة يصل معدله إلى 70% فأكثر. هذا طبعا أحدث نقلة كبيرة في جامعة البحرين، يعني في جامعة البحرين بعد ما كانت جامعة يعني كنترولد فيها تحكم، عدد طلبتهم يعني يتناسب مع عدد نسبة أعداد الكادر الأكاديمي، يتناسب مع قدراتها اللوجستية، يتناسب مع ميزانيتها المخصصة، صار في بومينج، صار في قفزة فجائية لجامعة البحرين أدت إلى أن في يعني تضخم كبير في الجامعة نتيجة خفض الرسوم الجامعية، ونتيجة أن الجامعة قبل ما كانت يعني تقبل الناس بناء على عدة معايير اتفقنا أو رفضناها، منها طبعا المقابلة، منها المعدل، منها توفر المقاعد في تخصصات المختلفة، أصبحت الجامعة ملزمة بقبول جميع الطلبة اللي يوصل معدلهم إلى 70% فأكثر وفق رسوم تم خفضها بشكل مفاجئ دون أن تعوض جامعة البحرين برفع ميزانيتها لما يواكب هذا التحديث، هذه المكرمة. يعني تزامن ذلك مع نهج جديد في جامعة البحرين، تزامن ذلك مع يعني سماح الدولة للترخيص الجامعات الخاصة، هذا أدى أن في 12 جامعة خاصة أشهرت في الفترة من العام 2002
لغاية العام 2005 في ظل غياب قانون منظم لهذه الجامعات. يعني الدستور نص على حرية تأسيس الجامعات الخاصة، يعني تشجيع التعليم العالي الخاص، إلا أن لم يصدر قانون منظم أو تشريعات منظمة لهذه الجامعات. وبالتالي هاي الفترة شهدت طفرة كبيرة في عدد الجامعات اللي هي معاييرها متدنية جدا، سواء على مستوى المؤهلات الأكاديمية للكادر التعليمي، سواء على المستوى اللوجستي، مستوى القاعات، مستوى المرافق الخاصة بكل جامعة، المنهج، مدى الجودة. كل هذه الأمور كانت يعني قائمة دون رقابة إلى لغاية تأسيس مجلس التعليم العالي. لما مجلس التعليم العالي وضع اللوائح الخاصة فيه والأنظمة، شهدنا أن تدريجيا بعض هذه الجامعات يعني أغلقت، أو من نفسها هي حست أن الموضوع ما عاد يعني يوفي وياها، خلنا نقول، لأنه هو كان الموضوع تجاري بحت بالنسبة لها. كانت قائمة على يعني على معايير الدكاكين، أن أنا بفتح مشروع في هاي البلد، بجيب كوادر تعليمية مؤهلاتها متوسطة، أقل من دكتور في كثير من الأحيان، معاشاتها قليلة، مرافقي متواضعة، ما عندي المرافق اللي هي يعني بمقاييس الجامعات، وبالتالي مصاريفي على المقر بتكون أقل، وهذا بيؤدي لأن أنا أحصل أرباح أكثر. هذا تزامن مع جامعة البحرين اللي هي كانت تعيش ضغط هائل، أدى إلى يعني تغيير سياستها في التعامل مع الطلبة. يعني أصبح restriction، أصبح الطلبة في جامعة البحرين يحسون بصعوبة في العملية التعليمية، في تشدد واضح كان في الأنظمة وفي طريقة التعليم وفي الواجبات والمشاريع المطلوبة من الطلبة. كثير من الطلبة حسوا بضغط هائل في جامعة البحرين، أدى إلى تسربهم من الجامعة وانضمامهم إلى الجامعات الخاصة اللي هي حوالي 12 جامعة. هذا طبعا كان بلا شك على حساب جودة المخرجات التعليمية، جودة الكوادر المتخرجة من تلك الجامعات، وأدى إلى أن التعليم يصير عملية سلعة، يعني عرض وطلب، اللي عنده فلوس ممكن أنه هو يتعلم ويتخرج بأقل المعايير الممكنة. التعليم من المسؤولية الاجتماعية إلى ليبرالية السوق. قلنا أن التعليم تحول من خدمة مسؤوليات تقوم على مسؤوليتها الدولة إلى سلعة تعرض مقابل مبلغ مادي، واللي عنده هذا المبلغ المادي مستعد أنه يدفع وبالتالي يحصل على هاي الخدمة. تزامن المفهوم هذا يعني صار في ثقافة اجتماعية أن الجامعات الخاصة أريح، الجامعات الخاصة أسلس، البيئة التعليمية في الجامعات الخاصة أحسن، وصار في تكثيف لثقافة كل ما هو خاص أفضل. طبعا بالإضافة إلى معضلة أخرى اللي هي الارتباط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل. يعني صاد في سنوات، يعني في العقد الماضي وما قبله، كلمة سوق العمل وسوق العمل سوق العمل وسوق العمل، لا تقدموا على هذا التخصص، ما مو مقبول في سوق العمل، شوفوا لكم تخصص يناسب سوق العمل. فربطوا التعليم بمفهوم السوق، وهذا يعني أنا أعتقد غلط، لأن كل المجتمعات قائمة على المهندس وعلى الطبيب وعلى الفنان وعلى الحقوقي وعلى مختلف الصنوف أو مختلف التخصصات اللي هي تتناسب مع طبيعة كل إنسان وتعبر عن حاجة مجتمعية. يعني كل مجتمع محتاج إلى فيلسوف، إلى عالم اجتماع، وإلى غيرها من التخصصات. يعني في قبل سنتين، طبعا هذا الشيء بالشيء يذكر، قبل سنتين جامعة البحرين قررت إلغاء تخصص علم الاجتماع بحجة أنه هو لا يتلبى مع حاجات سوق العمل، أو لا يلبي حاجات سوق العمل. فهذا المفهوم هو المفهوم السلعي السائد في جامعتنا الوطنية، إلى جانب أن احنا في الوقت اللي يعني كل الدعوات بما فيها رؤية البحرين 2030 تأكد على الابتكار وتأكد على خلق فرص جديدة، ويعني
وفتح أسواق جديدة في البلد وفتح مجالات جديدة. يجيك المفهوم معاكس، يقول لك شوف السوق شي يبي وروح للسوق. لا، في ناس خلقت أسواق جديدة لأنها اختارت أنها هي تبتكر يعني مجالات جديدة في الحياة، حصلت عليها إقبال وصارت أسواق جديدة. فهذا هو، هذا هو مفهوم الابتكار، أن أنت تخلق السوق ومو أنت تمشي وراء السوق. طبعا من الظواهر الجديدة هي زيادة رسوم التعليم العالي في الجامعة الوطنية، يعني الماجستير والدكتوراه تقريبا زادوا الضعف خلال الأربع سنوات الماضية. الناس اللي قادرة أن عندها يعني مدخول مادي الله يزيد وبارك، قدرت تطرش أولادها برا، جابوا أولادها شهادات من أمريكا وبريطانيا. هم الناس اللي يعني جزء كبير منهم المسؤولين في البلد، يعني اللي ينعطون فرص وظيفية في الوقت. الناس فرص الناس اللي متخرجة من جامعة البحرين فرص أقل. وهذا يعني أنا أعتقد بعد يعني يحتاج إلى يعني شيء من التدقيق. يعني الناس اللي ما عندها فرصة، ما في بعثات، طبعا البلد بعثاتها جدا محدودة، الناس اللي مو قادرة تخلي أولادها يروحون يتعلمون برا، هل مصيرهم أن بيكونون صف ثاني وثالث لطول العمر؟ لأن في ناس قدرت أن هي تودي أولادها تدرس برا في جامعات يعني في بريطانيا وأمريكا وأوروبا بشكل عام. أيضا طبعا رؤية البحرين 2030 وكل يعني كل الأشياء اللي ترافقت مع الانفتاح بين قوسين في الرؤية، في الرؤى الاقتصادية والمستقبلية للبلد، كانت تركز على قطاعات يعني مو رئيسية. يعني ما في كلام عن حاجة البحرين للطب، كأن البحرين عندنا فائض في الأطباء، مو كأن احنا سنويا نستورد أطباء من برا. في الوقت اللي هي تقول لك ان الحاجة العالمية ترتكز على التمريض كوظيفة أساسية وعلى الخدمات الطبية المساندة. يعني ما اعرف هل هذا له علاقة بان الكوادر الطبية او المهندسين والاطباء وبعض المهن اللي هي عندها طبيعة استقلالية، يعني قادرة ان هي تستقل عن هيمنة الدولة وبالتالي تشكل قوى الضغط. هذه القوى مو مطلوب لها ان تنمى وتكبر. هل في دوافع سياسية لهذا الموضوع؟ لا اعلم. ايضا من الملفات اللي يعني اثيرت في السنوات الاخيره شبهات التمييز في ملفات البعثات والتقشف على حساب مستقبل الاجيال. طبعا وزاره التربيه ابتدعت في السنوات الاخيره الموضوع المقابله الشخصيه، وخصصت لها نسبه تصل الى 40% من القبول للبعثات سواء المحليه او الخارجيه. ناس كثيرين اعترضوا على مضمون هذه المقابلات الشخصية وعلى طريقة الأسئلة ونوعية الأسئلة المثارة، إن هي أسئلة لا لها علاقة لا بالخبرات الحياتية ولا بالخبرات العلمية، وفيها مساحة كبيرة للتلاعب في النتائج، بحيث أن أنت تقدير شخصي للممتحن إنه هو يعطيك درجة عالية أو متدنية ويسألك الأسئلة اللي هي يعني تسمح له بهذه يعني بهذا المارجن، بهذا الهامش. في الوقت اللي في دول خليجية أخرى كما علمت قلصت بشكل كبير النسبة المخصصة للمقابلة الشخصية لما هو دون 15% حتى، لأن اعتبروها أن هاي النسبة فيها يعني ظلم كبير على الخريجين. من المؤشرات طبعا الغير إيجابية، البعثات هذا العام اقتصرت على الجامعات الخاصة داخل البحرين، اللي هي جامعات البحرين والبوليتكنيك والجامعات الخاصة. طبعا الجامعات الخاصة هي نفسها اللي الدولة قاعدة تلاحقهم على مسألة الجودة وتعطيهم انذارات وتوقف لهم بعض البرامج وتهددهم بسحب الترخيص. هم نفسها الجامعات اللي الدولة قاعدة تبتعث لها طلبة يعني في السنة الأخيرة، اللي هي سنة خصصت البعثات فيها كليا للجامعات المؤسسات التعليمية المحلية، يعني تقريبا اعتقد نسبة 0% الابتعاث الخارجي صار، طبعا بسبب التقشف وان احنا يعني سامحونا اهدرنا فلوس النفط
واحنا الحين مطالبين طبعا ان احنا ندفع ثمن تهورنا. طبعا اخر يعني من اخر الظواهر اللي يعني تثير قلق على المستقبل هو احتياط الاجيال، اللي الحكومه احالت مؤخرا الى النواب رسميا مشروعا بقانون تضمن سحب مبلغ 200 مليون دينار من حساب احتياط الاجيال القادمه. 200 ولا 50؟ حتى انا شايف الجريده سيد قبل ما كيف كنت فمئة مليون 2017 ومئة مليون 2018، ما أعرف أنا الصراحة وين صار المشروع. بالإضافة أنه هو طبعا صار في تجميد لضخ أموال في حساب الاحتياطي بشكل مؤقت حتى نهاية العام 2018. الآن أحسبكم تعرفون ما هي المسؤولية الاجتماعية للدولة، فهل تعرفون كيفية التملص منها؟ شكرا جزيلا. شكرا للرفيق حسين العريبي على ما قدمه لنا. فالسياسات الاجتماعية هي كل المسائل التي في الوقت الراهن عالقة في ذهن المواطن، أي التي تهدد مستقبله. وللحديث عنها نفتح المجال لمن يود بالمشاركة أو لمن لديه أي استفسارات. نختم؟ تفضل. شكرا للرفيق حسين والرفيقة حليمة. يعني في أوجاع، يعني وش واحد يقول يعني شاف صفيك شخلي منك. إيه إحنا عايشين في أغاني. يعني الآن حكومة البحرين تفتح جامعات خارج البحرين لتدريس الباكستانيين خارج البحرين، تدرسهم وتجيبهم وتشغلهم تمريض وفي الطب وفي كل شيء، في الوقت اللي أبناء البلد مساكين يعني عايشين دراويش يعني. والمشكلة اللي متولين مخارج التعليم في البحرين مهم كف، يعني مهم كف. في أول شيء إن الطائفية تلعب دورها، والجسم إذا راح واحد مثلا عنده قدرة يودي ولدي يدرس برا وجه متخرج، لا هذه الجامعات ما مي صحيحة وما تلائم البلد وما تلائم شو اسمه، يعني حبطون كل شيء، يعني حتى اللي يروحون يدرسون على أصحابهم بعد ما يريدونهم بعد. وش تقول يعني؟ وش يعني شو اسمه يعني يعني الوضع كلش يعني، وما تقدر تقول شيء، ما تقدر يعني تعطي وجهك حول هالموضوع. يعني الحين مدارس برا في مصر يفتحون، في باكستان يفتحون، في مدرسة يفتحون، زين البلد هذه، البلد هذه ذبحتونها أول شيء، التجنيس السياسي اللي صار، المعلمين اللي يجيبونهم من برا ما عندهم قدرة، مهم كف إلى التدريس، حتى يعني المدارس يعني يدمرون من هال صاير يعني. شكرا. شكرا ابو باسل، يعطيك العافيه. من بعد حاب يشارك تفضل. يعني بودي اللي هو هني اللي هو من أسسوا الاتحاد الوطني للبحرين قبل 46 سنة، وهذا الاتحاد يعني كان مفخرة للحركة الوطنية ولكل شباب وطلبة البحرين، لأن بالفعل خرج أجيال يعني يشهد لهم، يعني بحيث أن هذين الطلاب أصبحوا يتحملون مسؤوليات اليوم في البحرين
على جميع الأصعدة، سواء كانوا في مواقع العمل أو في حتى مواقع منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات السياسية. فكان بالفعل الاتحاد الوطني للبحرين يعني مثل ما نقول منبع إلى أو رافد حقيقي للحركة الوطنية البحرينية. فيما يتصل بالنسبة لهذا الموضوع اللي ذكره الرفيق يعني حول الانعكاسات الاجتماعية لواقع التعليم، يعني مواقع مرير، يعني التعليم هو مهم في أي دولة. إذا يعني تريد تقيس مستوى الوعي الاجتماعي أو التقدم في أي بلد كان، تأكد أن وراء هذا التعليم، بحيث أن التعليم هو المصدر الرئيسي إلى التطور اللي يحدث في أي بلد كان. إذا التعليم لا يوجد يعني هناك التخلف، هناك التراجع على كل الأصعدة. فبالتالي العملية التعليمية لازم تتطور باستمرار، ولازم الشخصيات يعني أو الكفاءات المناسبة توجد في المكان المناسب. فواقع التعليم اليوم في البحرين يعني قاعد يتراجع، وهذه مشكلة يعني عميقة. ومثل ما شار رفيق حسين بالنسبة إلى واقع السوق، يعني لما كانوا ربطوا ولا هو التعليم بالسوق، هو صحيح المفترض ربطه بالسوق، ولكن ما هو واقع السوق؟ يعني لما تقول أنت بتربط التعليم بالواقع المخرجات السوق، ما هي مخرجات السوق؟ هل هناك بالفعل وظائف متوفرة للخريجين؟ هل تم استيعاب الخريجين اللي بالآلاف سنويا، سواء كانوا طلاب الجامعات أو طلاب الثانوية العامة؟ فأمام ظاهرة يعني في البحرين، وربما ما أعرف يمكن الخليج أو بعض الدول العالم العربي، ظاهرة كبيرة تتفشل اللي هي ظاهرة البطالة. وهذا لأن كل سنة إذا كنا بالآلاف ينتهبون إلى سوق العمل ولكن بدون وظائف. والمشكلة الأكبر اليوم عندنا في البلد، إحنا هنا عندنا مشكلة اللي هو مثل ما ذكرها بعد البعثات، مسألة المقابلات الشخصية اللي هي تأخذ منهم 40%، وهذه بعد كارثة. يعني لا يكفي أن الطالب أو الطالبة يجتهد طول العام ويأخذ نتيجة، يحصل على نتيجة جدا ممتازة ومن أفضل، آخر شيء يحرم لأن المقابلة لم يحقق طموح الممتحن في المقابلة، فبالتالي لا يحق له حصول على بعثة كما يرغب أو كما يريد. فأنا أعتقد أن واقع التعليم عندنا أصبح واقع مرير، واقع مؤلم. وحتى مع أهمية الجامعات، يعني أنا حين اليوم إحنا نتذكر اللي هو اتحاد الوطني للبحرين، نتذكر أن أحد مطالبه الرئيسية اللي هو تأسيس جامعة في البحرين، أحد مطالبه الرئيسية. والحلم تحقق عقب سنوات، يعني 1986 تحقق هذا الحلم، كان أحد مطالب اللي هو الاتحاد الوطني للبحرين، يعني بالإضافة إلى مطالب الأخرى النقابية والوطنية. أشكركم. شكر موصول للشاب حسين. أمانة الورقة قيمة، وجيد إن هي تطلع إلى الجهات الرسمية لتشوف خطورة المسار التعليمي في هذا البلد وانعكاسه على البعد الاجتماعي والاقتصادي. يعني عندما أتت رؤية 2030، كانت أتت من خلال دراسة عدتها شركة ماكنزي من أجل إصلاح الوضع المجتمعي، وخوفا من تفاقم البطالة في المجتمع. كانت الدراسة تعد بأن القادم للمخرجات التعليم راح يؤدي إلى كارثة في البطالة تصل إلى حتى إلى 70,000. للأسف الشديد دراسة ماكنزي مع الرؤية 2030 وضعوا أعمدة أساسية، وخلونا الآن نقيمها. يعني الشاب حسين وضع يعني مفاصل ورسالة مهمة لتكون هي انطلاقة لانتقاد هذه الرؤية الآن اللي تتراجع إلى أن تصل إلى 2030، تصل مفرقة من كل محتواها، لأن أساسها اللي هي النهوض بالعيش الكريم للمواطن في هذا البلد. الأعمدة الثلاثة كانت إصلاح سوق العمل اللي تفضل بالحسين، إصلاح التعليم والتدريب، والإصلاح الاقتصادي. أين الأعمدة الثلاثة الآن في مسار للأسف الشديد في هذا البلد في الأعمدة الثلاثة؟ في إصلاح سوق العمل إغراق كبير للعمالة الأجنبية بأجور متدنية،
انعكست وسببت تدني أجور للعمالة الوطنية وزيادة البطالة، مثل ما بين الآن أن وصلت لنا البطالة في الأكاديمية في المستويات التعليمية العالية اللي هي مخرجات الآن الجامعة، هناك بطالة تصل إلى أكثر من 7000 جامعي متعطل عنه، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين. إذن هذه إصلاح سوق العمل اللي أتى هيئة سوق العمل من أجل الإصلاح، والتدفق العمال الأجنبية شهريا لا تقل سنويا لا تقل عن 35,000 عامل أجنبي يدخل إلى سوق العمل، بالإضافة إلى تجديد سجلات العمال الأجنبية بنفس العدد، يعني يصلون بمجموعهم بين 60,000 إلى 70,000 سنويا. الإصلاح الاقتصادي اقتصاد المعرفة الآن كان مفترض على هالجامعات اللي صارت في القطاع الخاص والجامعة، المفروض احنا انتقلنا من الاعتماد على اقتصاد النفط وانتقلنا إلى الاقتصاد المنتج ومن ثم إلى الاقتصاد المعرفي. أين الآن ما وصل هذا التعليم؟ للأسف الشديد بعد أحداث 14 فبراير جرت كارثة في القطاع التعليمي وتضرر بشكل كبير. هناك ركيزتين الطلبة المستقبلين للتعليم، وأين ما كانت الآن المعلمين في هذه المدارس؟ يعني أنا يعني نرجو أيضا على يكون توسع في الورقة للواقع المر اللي صار للمتعلمين ذوي الكوادر والخبرات الوطنية عندما تم إزاحتهم وجلب معلمين من الخارج، أو أيضا أتوا مدرسين ومدرسات ليست بالكفاءة الجيدة. عندما يفتقر التعليم إلى كادر تعليمي متقدم في مهارات الوظيفية يكون مخرجات التعليم أيضا مخرجات متقدمة لتنمية هذا البلد. هذا الآن للأسف في جانب التعليم والتدريب وانعكاسه، والموضوع يعني نحتاج الآن إلى يعني رسالة واضحة على أن الجانب الحكومي يجب إعادة حساباته بمثل ما نص على الدستور بمكانة العام المواطن. إذا كانت الرؤية تبرز إلى للعيش الكريم لمكانة المواطن، يعني تأتي من خلال هذه المخرجات والاعتماد على الرأس المال البشري. كل المجتمعات اللي ازدهرت وتقدمت في العالم كلها أوجدت الرأس مال البشري هو الأساس في عملية التقدم والازدهار. احنا للأسف الشديد الآن الجانب الحكومي أبعد المواطن في التنمية البشرية الحقيقية وفضل العمالة الأجنبية عليه في 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 تنمية البلد. بس التنمية الموجودة الآن ما هي التنمية؟ غير يعني الجانب النفطي هو التنمية أو القطاع العقاري أكثر من هو القطاع المنتج. فالإصلاح يحتاج إلى إرادة سياسية أولا حقيقية في داخل هذا البلد، يحتاج إلى إصلاحات إن كانت سياسية واقتصادية واجتماعية. فالإصلاح الاجتماعي يعني بيكون في القطاع التعليمي، أنا أتفق مثل ما تفضلوا الأخوان، هو الآن كارثة على مخرجات الشباب البحريني في هذا البلد. وشكرا. مساء الخير. نشكر الرفيق حسين العريبي على المحاضرة القيمة، لأن هناك بعض الأشياء لم يتطرق إليها وهي يعني عوامل مساعدة وعوامل مؤثرة. أولا بتطرق أنا كأولا كمعلم صار لي 10 سنوات متقاعد، حاليا أشوف بعض الزملاء يعني حتى يمكن ما كمل 20 سنة يريد يتقاعد. السبب شنو؟ السبب أنه هو وزارة التربية أوجدت تمهين التعليم. تمهين التعليم معناه السؤال اللي يطرح نفسه أنه لازم يأخذ له 360 ساعة في الجامعة البحرين تبع كلية المعلمين وغير مفرغ، يروح من دوام ماله. بينما الوافد أو المدرس العربي هي بدون هالشروط وبدون هالعقبات. النقطة الثانية اللي حبيت أقولها بالنسبة لاختيار البعثات، وإحنا عانينا ويا أولادنا أو عندنا تجربة سابقة، يعني حاليا نحط اللي هو 15 أو 13 اختيار إلى الدراسة، يعني يختاره الأولى مثلا بغى هندسة يعطونا مختبر الرغبة 15 أو 16. أيضا كذلك ما في سياسة مفتوحة نفس ما تفضلت، واتفق يا جميع الزملاء اللي قدموا
واتمنى تكون هذه الندوه يعني حافز لها الى ندوات اخرى تعالج هذه المشاكل. وشكرا جزيلا. تبي كل شيء بعد؟ شكرا لجميع المشاركين بأيادي الطلبة وطموحاتهم وآمالهم وحرصهم للرقي وتطلعهم لمستقبل أفضل. تتمازج الأحلام والطموحات لتصبحا كيانا رائعا في أرض الواقع. ونحن إذ نقف هذا الموقف نبعث أسمى آيات التهاني والتبريكات للطلبة وطالباتنا في البحرين وفي الخارج والداخل جميعهم بلا استثناء، ونقدم باقات الورود والزهور مباركين لهم هذا اليوم، ماضين قدما في سبيل طموحاتنا وآملين بأن يتحرك الواقع الطلابي نحو المزيد من التقدم برؤية واقعية، سعيا لمجتمع طلابي راقي متمثلا في تحقيق الاتحاد العام لطلبة البحرين، ولنا في ذلك صرح من الطموح والأمل يستحيل أن ينقطع حبله أو تتعرى وشائجه. وفي هذا اليوم يقبع في الفؤاد كل واحد منا حلم أخضر يأمل أن يثمر ويتجدد عطاءه. بتكاتفنا جميعا طلبة دارسين في البحرين أو في الكويت أو في الأردن أو في بريطانيا أو في الهند وفي جميع وفي أي مكان يكدح فيه طلاب يرفع على جبينه علم مملكة البحرين، لكل هؤلاء نتقدم بوافر التهاني والتبريكات لتجدد يومهم، تجدد أحلامهم وآمالهم. أعزائي الحضور، لا يخفى عنكم أن تعلموا أن هذه الندوة ليست وليدة الصدفة، وإنما هي ثمار ونتيجة جهود المخلصين من أبناء الجمعية الذين يسعون للاستفادة من خبرات الجمعية المتراكمة في شتى المجالات ابتداء من الندوة الأولى وصولا إلى هذه الندوة، حيث كانت كل ندوة تدعم الأخرى وتفتح أمامها آفاق رحبة للإبداع والتميز. وفي الختام أود توجيه خالص الشكر إلى جميع المتحدثين والخبراء المشاركين في الندوة على ما قدموه من حوار ومناقشات تسهم في إثراء المعرفة والبحث بخروج بتوصيات تصب في مصلحة الجميع، ونخص بالشكر والامتنان للرفيق حسين العريبي على جهوده. وشكراً.